معانا شهادة بقى على التليفون كده مهمة جدا، يا ريت. شخصية دكتور محمد داوود، أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية. مساء الخير على حضرتك، إزاي حضرتك؟ أهلا ومرحبا، ألف مساء خير ونور في رحاب وبركات القارئ الولي والإمام الرباني مولانا الفضيل الشيخ محمود خليل الحصري، زاده الله رفعة ونورا. مع حضرتك الحاجة ياسمين، وعايزين طبعا تكلمنا بقى عن إمكانيات الصوتية، إزاي كان مولانا من أهم الأصوات في العالم، يعني حتى سبق العالميين. يعني الإنسانة المشرقة وجميع آل الحصر يا رب العالمين. أولا يمكن شيء متفرد وعظيم جدا الذي أذكره، وهو أن التقنية العلمية والعلم الحديث يشهد بهذا التفرد لهذا الإمام الولي لسيدنا الشيخ محمود خليل الحصري. صحيح. وذلك أنني كنت في مهمة علمية في جامعة ليدز بشمال إنجلترا، وكانت هناك تجربة كنت أحد أعضائها في بحث علمي. أن هناك برنامج على الكمبيوتر في هذا البحث يقيس مدى الانسجام الصوتي لأي متعامل مع الكلمة الحية، كان قارئا، كان مغنيا، كان مدرسا إلى آخره. وطلب مني باختصار القائم على هذه التجربة المشرف عليها أن أحضر له شيئا من تلاوات القرآن الكريم. في الحقيقة أنا كنت متوجس خيفة منه لأنه غير مؤمن. استشرت أساتذتنا في مجمع اللغة العربية، أستاذنا الدكتور كمال بكر وتمام حسان رحمة الله على الجميع، قالوا لي لا ممكن، بس بشرط. قلت لهم ايش شرط؟ قالوا اني نصطفي قارئ تكون قراءته منضبطه. صحيح. بالمعنى العلمي ان تلاوته لا تخرج عن احكام التلاوه، لا يزيد في غنى ولا مد ولا لحن القول بقى جالي الجمهور او نحو ذلك. في الحقيقه ما وجدنا احدا من القراء تنطبق عليه هذه الصفه الانضباط العلمي في التلاوه إلا مولانا الفضيل الإمام الولي الشيخ الحصري. وما جاء بعده في المرتبة الثانية كان بمسافة كبيرة وبفارق كبير. سبحان الله. أعطيت الرجل جزء عمه، والرجل أخفى علي، لأنه علمت بعد ذلك أنه يريد أن يظهر شيئا من النقد أو شيئا من الملاحظات أو نحو ذلك، لأن عباقرة الأداء في الأوبرا أحسن واحد فيهم خد 80% على هذا. زبزبت وقوة صوته 80%. انسجام الصوت. قال لي في تلاوات تانية، قلت له في 29 جزء تاني أعطناهم بتلاوة الشيخ الحصري. وكانت النتيجة المبهرة جدا للجميع. أنه لم تظهر فجوة واحدة 100%. الله أكبر. هذا الرجل الملحد ضرب على المنضدة وقال هذا شيء خارق الحدود، معجزة. قلت له لأن هذا كلام الخالق، وهذا إمام اصطفاه الله لكتابه. الرجل قال لي بقى حاجة عايز يتأكد، وسؤال عميق جدا في الدراسة اللغوية. قال لي احنا كلغويين لما بنشوف التجانس الصوتي والانسجام الصوتي بنشوفه في إطار قواعد اللغة. ثم سأل سؤالا، هل تقدر تجيب لي حاجة من القرآن فوق قواعد اللغة تكسر قواعد اللغة وتبقى فيها؟ من دراسات السابقة مع علمائنا الأجلاء من السلف الصالح، قلت له ممكن. وجبت له الآية، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى، من أول هنا يبدأ الشاهد. أمم ممن معك، في هنا سنان ممن معك. شفت الله. كم ميم؟ وهذا مستحيل في أي لغة بمنطوق علم اللغة العام. لكراهة توالي الأجساد، هذه قاعدة عامة في علم اللغة العام. فالراجل قال لي مش ممكن، ده مستحيل. طب هتتنطق إزاي؟ فجبت له القرآن ورد، قال لي انطقها. قلت له لا، لأن أنا عارف هو عايز يشوف أي ملاحظة. قلت له الأستاذ ينطقها. فجبنا تلاوة سيدنا الشيخ الحصري. خلي بالكم بقى للإخوة المشاهدين وانتوا في الاستديو، كان الراجل بيقيس بالآلة بجزء الله. من الملي قوة الصوت وشدة الصوت ومدة الصوت زي ما مصروف. مولانا الفضيل الإمام الرباني الشيخ الحصري نطق الثمان ميمات بتساوي تام ودقة ما شاء الله متناهية بين الثمان ميمات،
في قوة الصوت وشدة الصوت وزمن الصوت. شكرا لحضرتك. يعني لو كلمنا عن مولانا الشيخ العصري مش هيكفينا الفقرة، لكن بنشكر حضرتك دكتور محمد داوود أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية.